وتعالى نشوف مع بعض خط سير الحلقة. عندنا كسكسي، وعندنا صينية جلاش باللحمة المفرومة، عندنا عثمانية فيها شغل كتير، عندنا طاجن فول بالبسطرمة جامد جدا. تعالوا نشوف، نبدأ بأول حاجة الكسكسي. مقاديره على الشاشة، الخضار والدرج التلاجة اللي عندك اللي فيه، في جزر، في كوسة، في بتنجان، في قرع عسلي، في برتقان، في ليمون، كرفس، كل ده مع بعضه لطيف جدا مع الكسكسي. معانا فراخ صدور وفراخ سليمة، عشان اللي بيسأل نقدر نعمل الكسكسي بصدور فراخ؟ اه، ينفع نعملها بفراخ سليمة، ده موجود وده موجود. هناخد الفرخة الحلوة دي كده الصغيرة الشبروتي دي كده، هنقطعها أربع تربع بالشكل ده كده، السكينة عارفة هي ماشية فين. حلو. ونفس القصة مع الصدور بتاعتنا الحلوة، عشان أول حاجة طبعا الفراخ نكسب وقت، بتاخد سوا كتير. نشيل السلسلة بتاعت الفرخة دي كده، عشان عايزين شوية مرق حلوين، لأن المرق بتاع الكسكسي ده هيشرب منه كسكسي، ونعمل منه صلصة الكسكسي وحاجات حلوة أوي، فلازم هنا الشوربة نهتم بيها شوية. ناخد الصدر ده كده بس كده كده، والعظم ده نشيله من هنا، ما بحبش الدم أنا. والفراخ تتغسل كويس معانا ده كده، ونقطع الصدر ده على التين، اللهم صل على النبي. نفس القصة هنا، نشيل العظم ده كده من هنا، ونيجي على الصدر ده نقطعه اتنين. ومعانا كمان صدور فراخ اهيت زي الفل، ناخد الصدور دي تتقطع كده بالطول، ونفس القصة هنا كده. ومعانا حلة مية على النار بتغلي، حلو الكلام. نسلق الفراخ دي مع بعض كده، ونشيل الدم ده من هنا، ونروق الدنيا كده أول بأول يا عم الشيف، حلو الكلام. ومطبخك يبقى رايق وزي الفل. وعلى فكرة مطبخك لما ينضف أول بأول بيديكي باور، ويخلي عندك كده بهجة وسعادة وانت شغالة. واحنا شغالين واحدة واحدة. الحلة أخبارها ايه؟ حلة الكسكسي كالآتي، بتتباع عند إخواننا بتوع الأدوات المنزلية، وتجيبي شاشة حلوة كده، وتجيبي تخليها مخصوص للكسكسي علشان تبقى نظيفة وحلوة. شايفين الشاشة اهي سخنة وزي الفل اهي، دي اللي هتغمر الكسكسي اللي معانا ده كده، لأن الكسكسي ده مش زي بتاع زمان، بتاع زمان المبروم، اسمه المبروم أو الكسكسي احنا عارفينه كلنا، بتاع أمهاتنا لما كانت تجيب الدقيق والسمنة البلدي وتبسبس الكسكسي، وياخد وقت كبير، ويتحط في حلة، والحلة دي يتحط حواليها داير ما يدور كده شوية دقيق مخلوطين بمية عجينة يعني، ونقفل على المصفة اللي شايلة الكسكسي. الفراخ هيت في قلب المية بتستوي، عشان ناخد منها شوية شوربة حلوين. وننزل مع الفراخ دي يا عم الشيف، هنخلي دي هنا كده عشان لسه هنتكلم عنها. معانا خضار، ناخد البلاشة دي كده نقلبها كده. معانا خضار، كوسة وجزر وبتنجان وبصل وفلفل اللي موجود عندك. الكوسة تنزل زي ما هي سليمة كده، نشيل بس كده العشبة دي كده. ده تحضير الخضار للكسكسي. وإيه المشكلة كده لما نروح النهاردة على المغرب نجيب أكلة مشهورة، ونوجه له تحية كبيرة إخواننا في المغرب وتونس والجزائر، مشهورة عندهم الكسكسي بلحم العلوش، كسكسي بالحوت اللي هو السمك كلنا عارفينه، والجزر يتقطع كده. حلو، اللهم صل على النبي. ومعانا كمان الكوسة الحلوة دي كده، ونقي الكوسة الصغيرة علشان يبقى شكلها حلو في طبق الكسكسي، لأن الكسكسي بيتزين بالخضار بتاعه. الباذنجان الحلو ده كده اتقطع نصين بالشكل ده كده، نشيل العشبة دي كده. في باذنجان أبيض برضو زي ده كده ممكن يشارك معانا، في قرع عسلي، معانا برتقان هيشارك، ممكن نحط زيتون. معانا مين يا ست الكل؟ يا أستاذ سيد ازيك؟ ازيك يا عم سيد؟ الو. ايوه يا عم سيد سامعك. الله يسلمك. امرني يا عم سيد. ايوه عم سيد سامعك. ايوه، كنت مثلا عايز مقدار 5 كيلو، مقدار 5 كيلو كحك. ايوه مقدار 5 كيلو كحك. انت جيت في الوقت المناسب يا عم سيد، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب الاول. 5 كيلو كحك بالظبط كده، دول محتاجين مننا كيلو ونص من السمنه البلدي. حلو الكلام؟ هنعملهم مع بعض. نمسك الكحك ده دي نحطه في مكان للعجين يعني، ونحط عليه السمنة البلدي مقدوحة، أنا بحب السمنة تتقدح على النار
عندنا شويه سمسم ما يكونوش متحمرين، سمسم عادي، ده برتقال مع الخضار اهوت زي الفل. ده كله مع بعضه، معانا فص ثوم، وناخد السمنه مع الدقيق نفلفلهم مع بعض، ونحط ريحه الكحك، شويه فانيليا حلوين، شويه السمسم بتاعنا الحلوين، كل دول على الكحك يا عم الشيف. ونعجن العجينه بالخميره، نحط على الخميره معلقه سكر حلوه، دي هريسه حمراء حلوه للكسكسي، للمرق بتاعه، دي معروفه في المغرب او في تونس. نعجن العجينه ونسيبها تتخمر بواسطه الخميره والسكر، لان الخميره بتشغل السكر، سوري السكر بيشغل الخميره. ان احنا نضيف على الخميره معلقه سكر وميه دافيه كده الخميره بتاعتنا بتشتغل على طول. ونسيب العجينه على جنب كده لمده ساعه زمن، ونبدا ان احنا نجهز القوالب بتاعه الكحك اللطيفه الحلوه. شايفين المرق بتاع الكسكسي خد طعم ازاي؟ اهو الشكل ده كده كله على النار، برتقال مع خضار مع دجاج، طعم هنا لطيف جدا. انا حطيت التوم ني هنا، حلو الكلام، معانا بصل اهوت كمان هنحطه. شفت الجمال ده كده اهو، الله، اهو في قلب الشوربه، الشوربه دي مهمه جدا. ومعانا كمان للامانه لقيت في سكتي كده وانا شغال، ويمكن دي مش مكتوبه في المقادير، معلش، فجل، الفجل الاحمر بتاعنا الحلو ده كده، اخوتها دي كده اهي زي ما هي كده، الله، اهي اهي، يا سلام سلام، دي لما تستوي مع الزعفران دلوقتي وتقدمها مع الكسكسي، الفجل ده كده اهو ينزل كده مع الكسكسي بتاعنا. يلا دلع الحله دي كده يا فاروق، حله فيها كل حاجه حلوه عينك بتحبها، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها اهو، كل حاجة بنحلم بيها موجودة مع الفرخة بتاعتها أو مع الفراخ في قلب المية، ونسيبها تغلي يا عم الشيف، ونجيب الكسكسي بتاعنا. في حلة مية تانية بتغلي على النار اهيت قدام حضراتكم، حلو الكلام اهي على النار. وهجيب حلة الكسكسي بتاعنا الحلوة دي كده، ونجيب الشاشة الحلوة، شايفة خطوات العمل دي؟ أنا أمي الله يرحمها ما كانتش تعمل الشغل ده، كانت تعمل الكسكسي في المصفى، وتعمل عجينة من الدقيق، تعمله بالدقيق والسمنة، يبقى ذكر البط بتزغطه طول السنه عشان نذبحه، وناخد منه شويه شوربه حلوين، ويتعمل الكسكسي بالايه؟ بالسمنه والدقيق. احنا هنعمله هنا بطريقه تانية خالص، ايه هي؟ اهو ادي الكسكسي بتاعنا اهو، حلو، وميه بتغلى على النار، هنحط على الميه دي يا عم الشيف سمنه بلدي، حلو قوي، ادي السمنه موجوده معانا، ميه بتغلي نحط عليها سمنه بلدي اهو، وندوب السمنه كده، ركزوا في الموضوع ده مهم، ونحط نقطة زعفران صغيرة كده بسن السكينة وبسن المعلقة، لأن الكسكسي ده جاهز بيتباع في السوبر ماركت. آدي الزعفران كفاية، ونشيل ده من سكة الأطفال والأولاد، لأن ممكن ده يبهدل لك المطبخ على فكرة. لا ده لازم شوربة، لازم شوربة، السؤال ده من الكنترول، واضح ان هم هيفطروا كسكسي النهارده، قال لك ما نحطش السمنه، ما احنا لو حطينا السمنه زي ما هي كده ودعكناها هنا لازم في سائل هنا يساعد على ان الكسكسي ده ياخد شكله الطبيعي، والحبايه تبقى تنفش كده وتبقى حلوه زي البرغل اهو اللي انا هعمله دلوقتي اهو. شفت السمنه ده بتايت، نظبط الفليفر والطعم بشويه ملح حلوين اهو، انا عايز اكل شويه كسكسي حلوين، ملح وفلفل، حلو، سنه بابريكا حلوه، الله، في قلب الشوربة كده، شوية كركم في قلب الشوربة، حلو، الله عليك، كده الكسكسي جاهز للأكل، حلو الكلام، هنقلبهم كده مع بعض، جاهزين أهو، ناخد ده كله مع بعضه وننزل بيه على الكسكسي أهو 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 هنا أهو، ننزل بشوية ونقلب أهو بالشكل ده كده أهو، الله، سهلة خالص أهو، كيس كسكسي من أي سوبر ماركت مع ناصة الشارع اهو. شفت ازاي الكسكسي هيشرب السمنه ويشرب الفليفر بتاع الشوربه؟ لسه هيدهن غزيه بشوربه الفرخه تكون طلعت معانا. الله عليكي، الله عليكي، اهو حلو. ونقلب كده اهو. واتدخل بايدي بقى شويه. حلو الكلام؟ واتاكد ان كل ده بقى مزيج واحد. شفت الكسكسي بقى لونه يفتح النفس ازاي؟ لونه البرتقالي ده فاتح للشهيه. هاخد كل ده يا عم الشيف، وفي الايه بقى؟ في الشاشه بتاعتي الحلوه الجميله دي كده، انزل بيه هنا كده اهو، دي لسه جديده والله، اول استخدام لها النهارده. الله الله ونحطه زي ما هو كده، ونكمره كويس بقى ونسيبه يعيش. زي الفل.
واقفل كده، ده انا هعمل تركايه كده هتدعي لي. فص توب ني اهوت بحطه هنا كده، لان ده كسكس جاهز جاي، ده جاي كسكس جاي جاهز يعني، يعني في عمليه التخزين، وجود فص التوب دي الحاجات اللي فيها خبره طهويه، الابداع. فص التوم الني هنا ده بيديكي رونق كده وبيديكي شبك حلو للكسكسي بتاعه. لانه طبعا متخزن في قلب العلب بتاعته، وتاريخ صلاحيه والجو اللي حضراتكم عارفينه ده كده مش معمول على اليد. هناخدها زي ما هي كده اهو عينيا، ونحط ده فين يا عم الشيف؟ زي ما هي كده اهي. حلو قوي. يبقى هنا في دورين، حلو الكلام. الدور الاول فيه فراخ وخضار كل ده مع بعضه، والدور الثاني فيه كسكسي فيه كل العناصر وفيه الفليفر والطعم، ونغطيها ونسمي بسم الله. حلو، نقف عنده كده ونبص بص عند الكسكسي، كل ده يتابع واحنا شغالين. حلو، الله يرحمك يا عم شعبان. ادي الكسكسي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ نقلبه. حاضر. وخرجنا فاروق بيقول لي لما احب اكله حلو اعمل فيه ايه؟ هو نفسه كده بتفلفله هنا بشويه سمنه بلد وشويه شربات، وتسيبه على النار كانك بتعمل شعريه، وبعد كده تقدمه بالحليب. شايفين الكسكسي جاهز اهو زي الفل. نغطيه تاني زي الفل كده، والفرخه عندي مستويه انا متاكد خلاص. تبص عليها بصه، نرفع كده وتشوف الدنيا اهي. بص على الدنيا عشان انزل بالدور التاني. هو ده، وننزل هنا. حلو الكلام، ونكمل موضوع الكنافه واحده واحده مع بعض. ناخد الكسكسي بتاعنا نغرفه مع بعض سريعا، نجيب طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. يلا ابا، هو ده. وادي هنا الكسكسي اهوت، لسه ما خلصتش انا. بص عليه كده ونسمي بسم الله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه مغرفه شوربه حلوه من شوربه الفرخه الحلوه اللي عندي دي كده. تعالي يا فرخه اهي، فيها الطعم وفيها التوابل وكله اهو زي ما هي كده اهو. واشرب الكسكسي ده كده اهو، الشوربه دي اهو شوربه مغليه اهي. واقلب كده. الله الله. شوف فايده الشاشه ايه، بتجيب لك اللي تحت فوق واللي فوق تحت. عايزه شويه كمان شويه كسكسي. هنسيب الفراخ للضيوف وناكل الكسكسي احنا، وعندنا طبق التقديم بتاعنا الحلو، طاجن الكسكسي اللي جاي لي هديه ده كده. حاجات بتجي لي حاجات هدايا كده، واو زي الفل. طاجن كسكسي اهو، بيقول ان انا باكل كسكسي في المغرب، اللي بوجه له تحيه كبيره من ارض مصر ام الدنيا، اخواننا اللي بيحبونا. اهو هزينه دلوقتي بالفراخ والخضار، هخلي الطاجن ده يتكلم مصر. وطلع معايا بسرعه. بس لما تيجي للامانه تقولي لي يا شيف تاكل ده، يعني انا احب الكسكسي اللي اتعمل على الايد. ليا اختي ربنا يديها الصحه يعني بعد والدتي، بتعمله لي لما بسافر البلد على ايديها كده بالدقيق والسمنه، وتقعد تجيب لي البط والجو الحلو ده. لما بنزل بقى لا اقول عامل رجيم ولا اي حاجه، ولا انا شيف حتى، ابقى انا احمد ابن الحاج محمد، اكل اللي يعملوه لان دي نعمه الريف المصري. زي الفل. اشيل كل ده، اشيل كل ده من هنا، اشيل المخرج مش عايز الشكل الحلو ده. يلا مع السلامه، ونروق الدنيا اول باول. مطبخك رايق زي الفل كده. وارد وانت بتغرف في المطبخ ده يحصل. شيل ده كده. الكلام ده ما بيعجبش الكاميرا، في فنان ورا الكاميرا مش عايز الشكل ده. ناخد الكسكسي بتاعنا نغرفه مع بعض. يلا زي الفل مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. دي هنا ونطلع بدي هنا كده، اللهم صل على النبي، ومع بعض كده واحده واحده. يا ولد فين الفراخ؟ اهي، اطلع بالهبر. هو ده. والليمون جاف الحلو ده عنوان الايه؟ الاكل. اطلع بالبرتقال والجزر، اللهم صل على النبي. لا الصوره هنا متدلعه. معانا فجل كمان، ومعانا كوسه. طبق ايه لازم يطلع كده مش باين، الكسكسي ما بيطلعش باين من الفراخ والخضار حواليه، وله رصه حلوه كده اللي انا برصها دي كده اهو. الجزر بيبان، البتنجان بيبان، القرع العسل بيبان، البرتقال بيبان، الحاجات الحلوه دي كلها، الفراخ بتبان. ممكن يتعمل بلحم العلوش اللي هو لحم الخروف، يسموه طبعا في المغرب وتونس.
ممكن يتعمل بسمك الحوت اللي هو السمك الكبير، ممكن القرش، سمك البياض، الوقار، الهامور، الدراك، اي سمك لحمه ما فيهوش شوك بيتعمل بيه الكسكسي. حلو الكلام؟ الطبق ده خليه زي ما هو كده، عاجبك شكله؟ حلو. تعالوا ننزل الخضار. الخضار هو ده. طبق الخضار بتاع الكسكسي جنبه كده عشان اللي عايز يزود. زي الفل واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. انا معايا طبق الفول هعمله بس ونشوف الجلاش بتاعنا الحلو. اهو. بيقولوا لي الوقت قرب يخلص. اعرفش سبحان الله لما بكون منتظر الهوا ويقولوا لي مثلا فاضل 10 دقايق وخمس دقايق، معايا اخواتي حبايبي طبعا الاستاذ مصطفى شفيق والاستاذه نهى الجمال في المطبخ في الاستوديو. ما هو فريق العمل ده مش لوحدي، خلي بالكم، لازم تعرفوا ان في ناس خلف الكاميرا وامام الكاميرا بيتعبوا اكتر مني. فاضل 20 ثانيه، ال 20 ثانيه دول بيعدوا كاستدوب ساعه. فاضل 40 40 ثانيه، في عدوش عمرهم ما قالوا دقيقه، يا اما 20 ثانيه 40 ثانيه 80 ثانيه. فانا بسمع الرقم بقول ده لسه، فجاه يقول لك احنا هوا. خلي بالك. اه والله. انما هنا مثلا وانا شغال على الهوا دلوقتي الساعه بتعدي بسرعه. الله عليك. حاضر يا فندم، حاضر. نشيل ده من هنا.